مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك، اهلا بكم الى هذا النقل المباشر من طرابلس وتحديدا من امام سرايا طرابلس، حيث ينفذ في هذه الاثناء متقاعدو رابطه متقاعدي التعليم الاساسي هذه الوقفه الاحتجاجيه وهذه الصرخه التي سيوجهونها الان للحكومه اللبنانيه لجهه واجب حمايه حق المتقاعد وأيضا واجب حماية واحترام كرامة المتقاعد، وأيضا هنا يكتبون نطالب بتثبيت سعر الصيرفة وإعطاء نصف المعاش بالدولار الأمريكي الفريش، نرفض بدعة بدل الإنتاجية ونطالب بتطبيق مبدأ التماثل المجلس التنسيقي لقدامى موظفي الدولة، وأيضا هنا نقرأ نرفض الموت على أبواب المستشفيات، ادعموا تعاونية الموظفين والصناديق الضامنة، ونرفض أيضا المساعدات الوهمية التي لا تغني من جوع، المجلس التنسيقي لقدامى موظفي الدولة. أيضا سنستمع إلى كلمة المتجمعين هنا، شو جايين نحكي بهذا الإطار. بدي أقول أنه كمان في تحرك بكل المناطق اللبنانية وبالعاصمة بيروت اليوم، شو جايين تقولوا؟ نحن جايين هون على عاصمة الشمال طرابلس نأكد أنه الوضع المعيشي اللي وصل له المواطن اللبناني وبالأخص الموظف وبالأخص الأخص المتقاعد أصبح بوضع لا يحتمل ولا يطاق. إن هلا في كلمة حنتليها بس هذا الاعتصام باختصار هو جزء من الاعتصامات عم تتم بها اللحظة هاي على مستوى كل شارع اللبناني. نسمع لكين للبيان اللي حتقوله هلا. والاعتصام الأساسي هو بساحة الشهداء ببيروت دي مركز الوزراء، ونحن نشكل روافد للتحرك المركزي. إذا بس فينا شوي نرجع لورا بعد إذنك كرمال الشمس. تفضل. الزملاء الأعزاء، متقاعدو القطاع العام مدنيين وعسكريين، نعتصم في هذه اللحظة هنا في طرابلس، وزملاؤنا يفعلون ذلك في كل المحافظات دعما للاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح أمام السرايا الحكومي. نعتصم لنقول للحكومة وللمجلس النيابي ولكل الطبقة الحاكمة، لم نعد نتحمل تلاعبكم بلقمة عيشنا ودوائنا واستشفائنا. نعتصم لنؤكد بأن القوة الشرائية لمعاشاتنا لم تعد تساوي أكثر من 7% مما كانت عليه قبل بداية الأزمة في 2019، وفي المقابل فإن سعر الصيرفة ارتفع إلى ما يعادل 65 ضعفا. نعتصم لنقول أن التلاعب التصاعدي بسعر الصيرفة من قبل مصرف لبنان مدعوما من الأخطبوط السياسي المصرفي التجاري سيتسبب وتسبب بتراجع مستمر للرواتب والمعاشات. نعتصم لنقول أن الحلول الترقيعية التي يحاولون تمريرها ستزيد الوضع تدهورا، وستفقد المعاشات والرواتب المزيد من قوتها الشرائية. نعتصم لنقول للحكومة أن مشاريع المراسيم التي أعدها وزير المال لمناقشتها في اجتماع اليوم للحكومة تأخذ من معاشاتنا أكثر مما تعطينا، وتاليا فإننا نرفضها رفضا قاطعا. نعتصم لنقول أن معاشاتنا ليست منة من خزينة الدولة، بل هي نتيجة محسومات تقاعدية حسمت من رواتبنا طيلة مدة خدمتنا في الوظيفة العامة. نعتصم لنقول أننا نرفض التحجج بتعابير غير قانونية مثل بدل إنتاجية، وهي في الحقيقة بدل معيشة، بقصد ويقصدون من ذلك بهذه التسمية اللاقانونية حرمان المتقاعد منها وحرمان الموظف حاليا من الاستفادة منها عند التقاعد. وعليه فإننا نعلن ثوابتنا التي أجمعنا عليها في المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام. 1- ضرورة تسريع مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية يليه تشكيل حكومة من كفاءات مشهودة لها بنظافة الكف. 2- ضرورة تثبيت سعر الصيرفة على سعر 22500
تماما كما كانت يوم أقرت موازنة العام 2022 ويوم أقر إعطاء المتقاعدين كما الموظفين مساعدتين اجتماعيتين. ثلاثة، تثبيت مبدأ التماثل في العطاءات بين المتقاعد ومثيله في الخدمة. أربعة، رفض أي زيادة وهمية لا تكون مرتبطة بسعر ثابت للدولار. خمسة، ضرورة إدخال كل الزيادات في صلب الراتب كي تحتسب في معاش التقاعد. ضرورة دعم موازنة تعاونية موظفي الدولة وكل الصناديق الضامنة بما يكفيها لتغطية كل الخدمات المنوطة بها. سبعة، إقرار حد أدنى للرواتب والأجور للقطاع العام ومتقاعديه لا يقل عن 300 دولار. تصحيح الرواتب والمعاشات على أساس سلم متحرك يرتكز على مؤشر غلاء المعيشة. إن هذا الاعتصام لن يكون الأخير إذا لم تقر الحكومة في اجتماعها اليوم هذه السلة المترابطة والمتكاملة من المطالب. ونؤكد لكم باسم المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام الذي يضم المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة، رابطة قدامى القوى المسلحة اللبنانية، منتدى سفراء لبنان، رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية، رابطة أساتذة التعليم الثانوي المتقاعدين، رابطة المتقاعدين في التعليم الأساسي. أخيرا، لن نتخلى عن حقوقنا، لن نترك عائلاتنا تجوع، لن نسمح لمرضانا أن يموتوا على أبواب المستشفيات، لن ندع المافيات تنهش ما تبقى من موارد هذا البلد. وشكرا لكم. إذا لم تحقق أي من المطالب يلي طلبتوا فيها وكنت عم طالبوا فيها اليوم وبعدين إلى الاعتصامات، إلى المزيد من تعطيل الإدارات العامة، لأنه بنعرف أنه المداخيل الحكومة هي عديدة جدا، ولكن بتركيبتها الطغمة هاي عم تتماهى عن جيب الموارد من الأمليك البحرية والأمليك النهرية والعديد والعشرات من أبواب الإمكانية تدخل مصاري، عم تبرم على جيب الفقير، على جيبته اللي هي فاضية، وبتحججوا لنا أنه الخزينة ما فيها، ما بنقدر نعطي أكثر من اللي عم بيعرضوه. بالمختصر اللي عم بيعرضوه نحن مش موافقين عليه. سؤال أخير كنت بدي أسأل، بس اليوم أنتم متقاعدون، يعني شو بتأثروا على 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 الدولة، على الإدارات العامة إذا عطلتوا؟ لأنه في ناس كتير عم تسأل أنه أنتم متقاعدون شو ممكن تأثروا؟ خليني جاوبك لحلك شغلة. الدولة عم تعمل على هيدا التفرقة بين العاملين والمتقاعدين. المتقاعد بنظره أصبح عالي على الدولة ولم يعد منتج، بس لازم تعرف هذه الدولة أنه هؤلاء المتقاعدين هم الذين بنوا المؤسسات، هم الذين دافعوا عن الوطن، هم الذين دافعوا كعسكريين عن الحدود وحموا السلم الأهلي. إذا كانوا بيعتبروا أنه كل شخص بعد الذي أداه لخدمة هذا الوطن ولبناء هذه المؤسسات أنه بيقدروا يتجاهلوا كل هالجهود اللي بذلوا كل هالتضحيات، فهم مخطئون جدا. يعني لا يجو يعني لح يصير فينا مع الدولة مثل الأبناء اللي بيتركوا أولادهم بس يخطروا وبيحطوهم بالمأوى العجزي. نحن لن نكون في مأوى العجزي، سنبقى فاعلين وسنرفع الصوت وسيرون العجب قريبا إن شاء الله. شكرا لكم.